تمثل قناة السويس أهم طرق التجارة العالمية، وذلك منذ افتتاحها في عام 1869. وتحتل قناة السويس مكانة لا تضاهى، تعززت من خلال افتتاح القناة الجديدة، والتي تستهدف تقليل زمن العبور وزيادة القدرة الاستيعابية بما يخدم حركة التجارة الدولية. جذور فكرة حفر قناة السويس تعود إلى عصر الفراعنة، وتحديداً من الأسرة الثانية عشرة، إذ أجمع المؤرخون على أن فرعون مصر سنوسرت الثالث كان أول من فكر في شق قناة تربط البحرين الأحمر والمتوسط، وذلك بهدف توطيد التجارة وتيسير المواصلات بين الشرق والغرب. أما التاريخ الفعلي لقناة السويس يبدأ من فرمان الامتياز الأول وما تلاه من فرمانات، وصولاً إلى عملية الحفر التي بدأت في 25 من أبريل عام 1859، حيث ضربت الفأس الأولى في أعمال قناة السويس ببورسعيد بمشاركة نحو 20,000 من العمال المصريين، لتنتهي أعمال الحفر في أغسطس عام 1869، وتتوج بحفل الافتتاح في 17 من نوفمبر عام 1869. منذ افتتاحها مرت القناة بمراحل تاريخية وشهدت تطورات وأحداث كبرى، كان من أبرزها قرار التأميم الذي أعاد الحقوق لأصحابها، وتعرضها للإغلاق بعد حرب عام 1967، ثم افتتاحها في يونيو عام 1975. تؤمم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية. صدر فرمان الامتياز الأول الذي منح فيرناند دي ليسيبس حق إنشاء شركة لشق قناة السويس في 30 من نوفمبر عام 1854، وينص على أن دي ليسيبس يجب أن ينشئ شركة ويشرف عليها، على أن يتم تعيين مدير الشركة بمعرفة الحكومة المصرية، وتكون مدة الامتياز 99 سنة تبدأ من تاريخ فتح القناة. في 25 من أبريل عام 1859 بدأ العمل في حفر قناة السويس، وتدفقت مياه البحر الأبيض المتوسط في بحيرة التمساح في 18 من نوفمبر عام 1862، وتلاقت مياه البحرين الأبيض والأحمر في 18 من أغسطس عام 1869، فتألف منها ذلك الشريان الحيوي للملاحة العالمية، وبذلك انتهت أعمال هذا المشروع الضخم الذي استغرق تنفيذه 10 سنوات بعد استخراج 74 مليون متر مكعب من الأتربة. في حفل أسطوري تم افتتاح القناة في 17 من نوفمبر عام 1869، لتظهر إلى النور قناة السويس شريان الخير لمصر والعالم، وافتتحت القناة بحضور 6,000 مدعو، وعبرت القناة في ذلك اليوم السفينة إيجل، وعلى متنها كبار المدعوين، تتبعها 77 سفينة منها 50 سفينة حربية. ومنذ ذلك الحين كانت قناة السويس ولا تزال شرياناً مهماً ومعبراً بحرياً محورياً لحركة التجارة العالمية، ومرت قناة السويس بتطورات حتى جاءت قناة السويس الجديدة لتمثل فكرة إنشاء قناة جديدة موازية لتعظيم الاستفادة من القناة وتفريعاتها الحالية، بهدف تحقيق أكبر نسبة من الازدواجية لتسيير السفن في الاتجاهين بدون توقف في مناطق انتظار داخل القناة. وتعمل قناة السويس الجديدة على تقليل زمن عبور السفن المارة وزيادة قدرتها الاستيعابية في ظل النمو المتوقع لحجم التجارة العالمية، كما ترتبط بمشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، وترفع درجة الثقة في القناة كأفضل ممر ملاحي عالمي.